سبع حاجات ممنوعه في روسيا. الشتايم. 2014 في روسيا فلاديمير بوتين اعلن الحرب على الشتايم والكلام الامين وبالذات اللي جاي من ثقافات المجتمع الاوروبي، فقرر يمنعها في الكتب والافلام والموسيقى والمسرح ومواقع النت كمان. وده ليه؟ عشان بوتين قال يعني عايز يحافظ على نقاء اللغة والعادات والتقاليد الروسية. الخبراء بيقولوا ان دي طريقة لمنع دخول الكلمات الغربية على الثقافة الروسية. كمان الافلام والاغاني والمسلسلات اللي فيها شتايم بيمنعوا توزيعها وعرضها، غير ان الكتب اللي فيها شتيمة يكون عليها تحذير مكتوب على غلاف الكتاب بانها فيها شتيمة وإباحة. ولو فكرت انك تشتم او تقبح في التلفزيون او على المسرح وسط الجمهور هتدفع فيه غرامة ما بين $70 ل $1400. واحسب بقى الدولار بكام وشوف انت بالجنيه المصري هتدفع كام. الصراع في اوكرانيا. هو مش ممنوع في روسيا انك تتكلم على اوكرانيا، لكن الممنوع انك تتكلم على عدد الروس اللي اتقتلوا في الصراع على القرب مع اوكرانيا. روسيا كانت بتنكر دوليا ان في عساكر روس راحوا اوكرانيا اصلا، عشان كده منعت الكلام في وسائل الاعلام عن وجود جيش روسي في اوكرانيا. لما زاد عدد الروس اللي بيتقتلوا في اوكرانيا بلت الجنازات شوارع روسي والروس بدأوا يتكلموا وبقى في بلبله في المجتمع الروسي. ساعتها ابتدت الحكومه تخطط وتعلن منع الكلام عن العساكر الروس المقتوله في اوكرانيا. في نفس الوقت يعتبر الضحايا العسكريين في روسيا اسرار عسكريه عليا. كان منطقهم في المنع ده ان الخبر اللي يتمنع الكلام عنه بيعتبر كانه ما حصلش. رخص السواقين المتحولين جنسيا. روسيا ممنوع برضه ان المتحولين جنسيا يطلعوا رخصه سواقه عربيه. كمان بيمنعوا الناس اللي ليهم سوابق في قضايا جنسيه وافعال فاضحه، بالذات الناس اللي بيحبوا يلعبوا في الشارع والناس الثانيه اللي بتتنيل تحب تتفرج عليهم من انهم يعملوا رخصه سواقه. الاكل الغربي والصور. روسيا خدت القرار من اوكرانيا. قوم ايه؟ اوروبا تفرض عقوبات على البضائع الروسيه والمسؤولين الروس. تفتكر روسيا سكتت؟ مفيش الكلام ده. روسيا راحت منعت بيع الاكل الاوروبي والامريكي عندها. ده غير ان الحكومه الروسيه اعدمت جبال من الخضار وتلال من الفاكهه الاوروبي كانت متخزنه عندها قبل حرب المنع البارد. الميمز. على قد ما دلوقتي بقت منتشره جدا الميمز على كل صفحات السوشيال ميديا في كل حته في الكوكب، لكنها تطور من الممنوعات الروسيه. الميمز ليها اشكال كتير، ممكن تبقى فيديوهات او صور فريق او صف على بتوع السياسه والمشاهير وبالذات الرؤساء من كل دول العالم. لكن الكلام ده طبعا ما ينفعش مع بوتين اللي منع اي حد يرفع او ينزل بوست او تويتاية او اي حاجه على السوشيال ميديا فيها تريقه او صف عنه. اليوجا. في اماكن كتيره في روسيا ممنوع فيها ممارسه اليوجا عشان المسؤولين بيعتبروها تنشر افكار دينيه ومعتقدات غريبه على المجتمع الروسي. لانجري. في روسيا منعوا اللانجري اللي نسبه القطن فيها اقل من 6%، يعني تقريبا بيمنعوا كله لان 80% روسيا منها مستورده من اوروبا، والقرار ده بيتاخد مخصوص عشان يمنعوا شركات اللانجري الغربيه اللي زي فيكتوريا سيكريت من السوق الروسي ويفتحوا السوق قدام شركات اللانجري المحليه عندهم الاوحش في صناعتها وجودتها للمنتج الاوروبي.